الدرهم الدرهم انا يعطي ما علمي ذولا صف مالي مالي فيهم عادي سكسره صف مالي مالي فيهم عادي اسلم 150000 عادي والله وقد جاته حواله ولا يخفي دراهم الرياجين كان جاته لا بالله جاته بيض الله وجهه الراجع معلق ابقب انا معلق انا دايم معلق الله يطول عمرك ارحب عليك ابوك مرحبا يا عمك كيف انت طاقه تحسين طول عمرك ارحبوا عافيك وطيبين مرحبا وما سهل حب حب اجيك ايش يضحك ايش يضحك ما تقوله هذا وشهم هذا هذا اخويا الدوام من قبل سنتين تعرفهم لا ما بيعرف الواجد وش هم ما هم من رقعه بس اسود اسلم تذكر بنا اي وش اسمه والمعطي يلا تذكر بنا وش اسمه عبد الله شاعر نسخه الله يطول بعمره الله يوسع خلنا يعد لها بيتين عد لها بيتين اقول اسمع لا تلخبز في جيك العود هنا بسرعه حياه معاك ايش عندي قصيدة هذا أخوي تعبان يلحقها عندي قصيدة ما يشفيه عندي قصيدة عندي قصيدة قصيدة يقول دم لله حال دل الدرهم وضروب دروب حد العين اللي راحت مثدد مني وثراحت لي ما دم 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 لا اجلس شوي انت ترى الخبل ضرب الخبل ضربته توجع والله كذا لما والله حال دل الدراهم مضروب اذ راحت مثدد بلي واذ راحت لي ما دبل ما دبل لفدت واحد اثنين من بيت والله انا بيرب فلوس يرجعوها دم لله حال ما جرى شيء دم لله حال دل الدراهم مضروب طروف اذ راحت مستقبلي واثبتت لي ما دبل لفدت واحد اثنين من بين الصفوف صفوا للقزوة سلام عليكم احنا ابغاكم تابونا على العشاء شطة وزبادي يا ولد اخويا كم هم صحين ولا كل بضل اخويا الله اخويا اذا ما رجع دراهم اذا ما رجع دراهم خلوا ذولا شوي دراهم يرجعوها الرجال استرجعت مالك شيء الرجال ما نفعني بشيء اسمع 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 الكلام انت وياه اذا ما بعنت هذا اخوياك عندك وامان الله اذا ما بتاخذ شطه اذا ما بتاخذ شطه وصبط راح العشاء ولا ردوا فلوسنا يا سلام اوه انت رجل ايوه اسمع انت في وجهك يا سلطان في وجهك يا سلطان انا في وجهك زراعة شعر يرضيك صالح المكسر يقول له ابو صنادح ما يرضيك يرضيك ابو حمود يقول له ابو صنادح كسر مشاعري صالح المكسر المهم يا تراجع يسميك مسمى يليق فيك بدل الصنادح ذي ايش يعني مبارك يعني مبارك تقول فقرة خذ العلم القابل يطلقونها علينا ما هي بصحيحة صح شاعر النسخة صوت الحق يعني ما هي بصحيحة واحد شف اسمع رجال ما ياخذ الشيء الا بيده طيب ما ابي انتظر يجي صلى عني طيب تقول صلى عني صلى تقول عني ابن القاف صلى عني اصبر صلى عني صلى عني بيا الرب اسلم لقب شاعر النسخه وقائد النسخه ما ياخذها الا اللي يستحقه وانا اشوف ان مبارك ومحسن اكبر مني شعر واكبر مني عمر وهم يستحقونها اكثر مني تستاهلون لا والله انا تستاهل وين جنبارك وين جنبارك على وقفتك مع اخوياك على وقفتك مع اخوياك اشوف انك قائد النسخه فأنت قائد النسخة الحقيقي صار على هذا قائد المسخة أعلمكم قائد المسخة أسلم قائد المسخة أنا أشوف أن قائد النسخة مبارك الصخير أنا أشوف أن قائد النسخة الحقيقي أنه مبارك الصخير يا أبو والله أني أقول أصحك كلنا هنا كل واحد قائد رأسه هذه يا شيخ يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال مع احترامي لك أنت مبارك الصخير فاز بها عكاشة يا رجال صلي على النبي يا رجال والله ما تدري وين الدب يحسبونها فقرة رمعة يوم عطوك اياها سلام سريح ايش قال قايد النص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم معكم المقدم المتأقلق المبدع الرائع صاحب الافكار الخنفسائية حسين الصعري اي هشوة ضيفنا اليوم لهذه الفقرة المتميزة الرائعة الجميلة
الاستاذ والشاعر النسخة عبد الله عبد الرحمن، اسمع له تحية. الله يطول بعمرك. اول ما نبدا يا حسين اسلم، اول ما نبدا صل على النبي، ما طولت منك بشارك. ابدا بحاجه بس اسلم حسين. يا عبد الله، عطنا اللي عندك. انت الان لك في القريه ما يقارب 15 يوم، كسبت قلوبنا وكسبت قلوب المقدمين وكسبت قلوب الاداره كلها. الله يطول عمرك ابو عبد الرحمن. اللي نبه سريح الان نطالب بمتعب بالرقعان. نطالب خلال 15 يوم. نعم ابشر، خلال 15 يوم. والله مشتمن انا، كل علم طيب. شفت منه مضره. والله مشتمن. سالك بالله من يصحينا من يصحينا للبث؟ متعب القلب الطيب، القلب الروحاني متعب. والله من غير قصور اخوياي منهم، لكن متعب ذاك الكلب. تسمح لي اعيد الابيات اللي كتبتها له؟ اربى اربى ابو صالح قاعد في الخيمه يسمع. اسلم تفضل. يسمع الابيات، عساه عساه يدعيني الحين يقول لي روح اسلم جيب متعب. يقول نواجه الصعب بس العشق للأصعب، الأصعب ونمزح ونلعب عسى الهقوات من صورة صورة إلا بالأصحاب، لا نمزح ولا نلعب، الصاحب مقدر بغيبته حضوره وحضوره. وتكفى يا أبو صالح ويا الطاقم المرعب، مرعب تكفى تغير قرار الرجل وشعوره. طلبتكم يا وجهه الخير في متعب، ردوه لعيوننا وعيون جمهوره جمهوره. ان شاء الله انهم يقدرون عيوننا باذن الواحد الاحد. يقدرون طلبتنا، هم بيقدرون طلبتنا وانا بيد. انا باذن الله انا من ضمن الناس اللي صادروا معاهم 7 جوالات. كانت العقوبه خصم وترحلت للبراين بسبب هذاك الخصم، ترحلت بديل بالحصانه اخذ العليان وترحلت انا، وانا عارف انها بسبب الجوال. فاتمنى انهم يراجعون في قرارهم يرحلون ابراهيم. طاقم العمل ما هو مقصر، ابونا ابو صالح ما هو مقصر، كل من يعمل على قناة الواقع ما هم مقصر. أنا والله والله لا والله كلهم طقع احترام واسلوب ورجال، كلهم والله ولا فيهم مقصود، وهم بيقدرون طلبتنا وهم بيتراجعون عن قرارهم انها بيرجع النمت باذن الله. انا والله ما هذا السياسة والله برنامج. ما يني احضر البث يا حسين، وانت شفتني قابله. من طلعني على البث؟ ذمتك يا حسين صاحبك، انا غصب انت وابو ماجد وراشد اطلع.